مؤتمر تمكين الشباب يقدم لكم جيسون ويلر نائب الرئيس المالي السابق في شركة جوجل لأكثر من 13 سنة ويحمل ماجستير إدارة الأعمال من جامعة هارفارد. انتقل لشركة تسلا واصبح الرئيس التنفيذي المالي في الشركة وقام بقيادة جمع رأس مال الشركة ليصل إلى 1.7 مليار دولار وشارك بقيادة استحواذ تسلا على سولار سيتي بقيمة 2.1 مليار دولار. جبنا لكم جيسون ويلر شاركة واسمع نصايحه في 6 نوفمبر في فندق فور سيزنز. الحضور مجاني ومتاح للكل. شارك، تعلم واستفيد في مؤتمر تمكين الشباب.